عودة لأولى حلقات الأهلي في رمضان، بجدد التحية لكل حضراتكم مشاهدي الأهلي في كل مكان في العالم، وأكيد بنجدد التهنئة بشهر رمضان المعظم. كل سنة وكل حضراتكم طيبين وفي أحسن صحة وحال. لا تكونوا حضراتكم فاكرين إن الأهلي في رمضان هيبقى وضعه مختلف ومش هيبقى فيه مساحة للأخبار، يبقوا غلطانين. معانا أخبار بس المرة دي مش من الأهلي طبعا فرع الجزيرة، لا إحنا معانا داخل الاستوديو زميلتنا العزيزة جدا روزان نصر، وهتقول لنا أبرز بقى الأخبار والمستجدات معاها. روزان كل سنة وأنتي طيبة طبعا في البداية، ومساء الخير عليكي. برحب بيكي طبعا يا نهواند، برحب بيك يا كريم، بقول لكم كل سنة وانتم طيبين. اكيد برحب كمان بكل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الاهلي في كل مكان، كل سنة وانتم طيبين اكيد بمناسبة شهر رمضان الكريم، ويا رب كده يكون شهر الخير علينا جميعا يا رب. مبسوطة الحقيقة ان انا بشارككم النهاردة اول حلقة في الاهلي في رمضان، وطبعا على طول هندخل في اخبارنا بقى زي ما قلت يا نهواند. هنبدا بمنتخب مصر. امبارح اعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وابراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق استعدادا لمعسكر شهر مارس اللي هينطلق 13 مارس، استعدادا للبطولة الودية اللي هتضم منتخبات كرواتيا تونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في أبو ظبي، وال25 لاعب هم محمد عواد، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، ومصطفى محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، ومحمد الشامي. طبعا خليني اتطرق معاكم عند الخبر ده واسالكم، اكيد يعني شايفين المواجهه الوديه لمنتخب يعني مصر ازاي، وخليني كمان اسالكم على القائمه بما اني قلت النهارده على القائمه. حلو، بصي بقى مبدئيا طبعا احنا كلنا سمعنا عن مش هنقول الغلط ولا المشاهير، ما كانتش مشاكل، هو كان في كلام رايح جاي عن فكره مشاركه طبعا محمد صلاح من عدم مشاركته مع المنتخب. سمعنا طلب من ليفربول اتقدم لاتحاد الكره وتحديدا لكابتن ابراهيم وكابتن حسام حسن، وكابتن ابراهيم حسن كان بعت ورد على ليفربول وقال له لا لسه بدري جدا، وكان في كلام ان هو لو شارك في مباراه ليفربول طبعا قدام مان سيتي يبقى فيها كلام كبير، انت طب انت ليه مش هتشارك مع المنتخب. كل ده سمعناه وكل ده ما يهمناش الحقيقه، لان الواحد لو فضل ان هو مع كل مرحله مع كل مدير فني جديد يا روزان للمنتخب هيفضل يركز على المشاكل والكواليس اللي ملهاش لازمه ابدا، كده عمرنا ما هنتقدم. ان احنا كل مره بنقول يا جماعه عايزين ندعم المدير الفني، عايزين ندعم المنتخب، لكن احنا للاسف في البعض مننا واقف مركز مع حاجات لا هتقدم ولا هتاخر. وجود محمد صلاح مع المنتخب امر كان لابد منه، لكن على الصعيد الثاني هو ما اعتقدش ان هيبقى عنده اي مشكله ان هو اكيد يشارك في المستقبل، لكن انا شايفه في قائمة محترمة جدا. فكرة كمان رامي ربيع على سبيل المثال لما سمعنا ان هو تم ضمه للمنتخب انا فرحت جدا، احنا هنا قوام رائع جدا في النادي الاهلي كالعادة، المنتخب اكتر من النص بيكون من النادي الاهلي، فده شيء اسعدنا. انا متفائلة جدا جدا بقيادة حسام حسن ان شاء الله، حاسة ان هيبقى فيه فارق. وجود يا كريم انا وانت اتكلمنا في ده قبل كده، مدير فني محلي بيفرق بشكل كبير، يعني ناس كتير قوي مستنيه ومتوقعه ان شاء الله بوجود كابتن حسام حسن هتعود امجاد المدير الفني الوطني وكابتن الجوهري وكابتن حسن شحاته طبعا، والايام العظيمه اللي كلنا كنا فخورين بمنتخبنا فيها بالمعنى الحرفي للكلمه، وكان فعلا كان قد المسؤوليه. بنتمنى ان شاء الله الايام الحلوه دي تتكرر تاني مع كابتن حسام حسن. كنت بتكلم قبل كده كذا مره في 10 الصبح في الاهلي، بقول ان تفصيله الروح لوحدها في كابتن حسام حسن انا متاكد واعتقد ان في كتير جدا من الناس ممكن تبقى متفقه معايا في التفصيل دي، فكره ان الروح اللي كانت غايبه عن منتخبنا وعن لاعبتنا وكلنا كنا بنضرب اخماس في اسداس واحنا بنتفرج على منتخبنا الفاقد للروح في ازمنه سابقه، بتهيألي التفصيله دي تحديدا هتتغير 180 درجه، بقيه التفاصيل كمان اكيد هتتغير، لكن يعني الحته دي لان كابتن حسام حسن شخصيا بيشعها، انت عارفه وكابتن حسام الحقيقه كله طاقه وكله شغف وكله محبه اكيد لمنتخب مصر، واكيد عايز يثبت نفسه لان اللحظه دي هو شخصيا وكابتن ابراهيم مستنينها بقالهم كتير، وعلى فكره كتير من الناس كانوا مستنينها شخصي فعلا دي. انا شايفه كده جدا، واعتقد الناس كلها لمسه دي. إن شاء الله. صح، انا متفقه معاك. انا كمان بضم رايي طبعا لرايكم، وشايفه اكيد منتخبنا الوطني يعني ان شاء الله الفتره القادمه هيقدم مستوى اكيد احسن كمان من اللي شفناه في افريقيا. من منتخبنا الوطني كمان هنروح بقى لمنتخبنا الاولمبي.
النهارده اعلن المدرب البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني منتخب مصر الاولمبي عن قائمه الفريق اللي هتشارك في بطوله غرب اسيا تحت 23 عام. البطوله هتقام في المملكه العربيه السعوديه بدايه من يوم 20 مارس وخلال فتره التوقف الدولي، وهيشارك فيها منتخب مصر بناء على دعوه من الاتحاد الاسيوي ضمن 4 دعوات من خارج القاره. ضمت طبعا قائمة المنتخب المصري الأولمبي في حراسة المرمى حمزة علاء، علي الجبري، محمد سيد، في خط الدفاع حسام عبد المجيد، عمر فايد، محمد طارق، محمد مغربي، كريم الدبيس، محمد حمدي، أحمد عيد، أحمد محمود، وفي خط الوسط محمود صابر، محمد شحاتة، محمود جهاد، أحمد عاطف، مصطفى سعد، أحمد نادر حواش، عمر الساعي، مصطفى أشرف، إبراهيم عادل، وفي خط الهجوم أسامة فيصل، نادر فيصل، وبلال مظهر. طبعا كلنا يعني يا كريم ويا نهواند تابعنا أكيد يعني روي فيتوريا مع المنتخب، ولكن بقى خليني أسألكم على مشوار ميكالي الحقيقة مع المنتخب الأولمبي، شايفينه إزاي؟ أنا بشوف أقول لك يعني بصراحة، وسمعنا الكلام ده لما ميكالي كان مشواره ناجح جدا مع المنتخب الأولمبي، حتى احنا سمعنا وقلنا ده في 10 الصبح في الأهلي، الناس كانت بتطالب طب ما يمسك بقى المنتخب الأول، من كتر من الناس إلى حد ما شايفة فيه تطوير. مهم جدا إن أنت لما تستقطب مدير فني ما يبقاش مدير فني جاي أجنبي وخلاص، لا يبقى فيه تطوير. ما هو مش العبرة بالجنسية أو بالاسم إن أنا بجيب حد وبدفع له فلوس وصارف على المنتخب وغيره، العبرة بالتطوير اللي أنا بشوفه. بصراحة ميكالي معاه سكواد رائع جدا. أنا هتكلم تحديدا عن حراسة المرمى، انا بشوف حمزه علاء من اللعيبه ان شاء الله اللي هيبقى ليها مستقبل كبير جدا كمان مع النادي الاهلي في المستقبل ومع المنتخب الاول، فانا سعيده جدا. هو برضو محظوظ ان هو معاه سكواد رائع، فانت عارفه الموضوع بالانس الى حد ما من الناحيتين. نتمنى ليهم كل التوفيق، ونتمنى كمان ان احنا نقدر في المستقبل نستقطب لعيبه منهم ينضموا للمنتخب الاول الانديه كمان في الفرق الاولى. يعني ده اللي المفروض يحصل، ده الناس كتير متوقعاه. وبعدين فكره ان يبقى عندك مدير فني تحديدا برازيلي، انت عارفه الناس بتبقى توقعاتها عاليه جدا ومستنيه تشوف بقى انعكاسات للتاتشات البرازيليه المعهوده بتاعتهم على لاعبتنا. وهو فعلا لغايه دلوقتي ماشي بخطوات يعني جيده جدا. يمكن كانت الناس مركزه اكتر الفتره الاخيره مع المنتخب الاول وروي فيتوريا واللي كان حاصل وهيكمل مش هيكمل وهتعاقده ما تعاقده، فخد العين الى حد كبير يعني لفتره مش قليله. لكن ده ما ينفيش ابدا ان المنتخب الاولمبي ماشي بخطوات جيده، وكلنا مستنيين منه ما هو ابعد من كده بكتير ان شاء الله، خصوصا ان هو كمان الى جانب حمزه علاء وجانب يعني حراسه المرمى عنده اسماء حلوه كتير واسماء لعيبه واعده، وان شاء الله هيبقى لهم دور لاحقا مع المنتخب الاول، وده اللي احنا مستنيين نشوفه بقى. بالفعل النهارده بقى الاهلي بيواصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيره استعدادا لمواجهه البنك الاهلي في الجوله 15 من الدوري الممتاز، والمحدد لها 9:30 مساء غد الثلاثاء. امبارح كان في تدريب صباحا بعد انتهاء الراحه السلبيه اللي حصل عليها الفريق لمده 24 ساعه عقب طبعا التتويج بكاس مصر، ونتمنى اكيد الفوز دايما لفريقنا. يعني خلينا اسالكم بقى كمان على مواجهه بكره، المواجهه المرتقبه، احنا داخلين بعد طبعا ما توجنا ببطوله كاس مصر على حساب نادي كبير زي نادي الزمالك، فاكيد طبعا في يعني روح معنويه مرتفعه عند الفريق بالكامل، فاكيد ده هينعكس على الملعب. شايفين المواجهه ازاي وتوقعاتكم كمان يعني بالنتيجه بقى امام البنك الاهلي؟ هينعكس مفيش شك، بس اكيد يعني انت عارفه الواحد برضو بيكون طالع من انتصار ورا انتصار، وبعدين كمان بنوعيه الانتصارات اللي حققها النادي الاهلي في الفتره الاخيره، ولا سيما طبعا ماتش نهائي كاس قدام الزمالك، اكيد هيبقى في حاله من الانتشاء عند اللعيبه. لكن كالعاده لعيبه النادي الاهلي المفروض ما بيخلوش الحاله دي تاثر عليهم سلبا، ممكن تبقى حافز بالنسبه لهم، ممكن تكون نقطه انطلاق، لكن ده مش معناه باي حال من الاحوال ان هم هيتراخوا قدام البنك الاهلي، وخصوصا ان البنك الاهلي الحقيقه الموسم ده كمان عامل شغل محترم جدا. وانت عارفه يا روزان وكل الناس عارفين ان اكيد النادي الاهلي، ودي خاصيه مهمه جدا موجوده عنده وعند لعيبته وعند الجهاز الاداري والفني، فكره ان احنا لا نستهين بالخصم ايا كان اسم الخصم مين، وخصوصا كمان لما يكون الخصم الند قوي وفريق محترم زي البنك الاهلي. اكيد هنتابع ماتش حلو بكره ان شاء الله. انا متوقعه هيبقى ماتش قوي، بس انا متفق معاك بقى في نقطه مهمه جدا. انا خارج من بطوله ورا بطوله ومن سفريه ورا سفريه وبتفصلني 48 ساعه، ضغط كبير جدا ومهمه، خلينا نقول مش سهله. احنا عمرنا ما جينا واتكلمنا او قلنا مثلا او اتحججنا بقصه ان احنا مضغوطين ببطولات او سفريات او غيره، حظنا كده وقدرنا كده واحنا متقبلين
عينه على كده ولاعبتنا فاهمه الكلام ده طبعا. لكن طبيعه الامر هو بيؤثر بشكل كبير برضو. خلي بالك احنا بشر، اللعيبه في الاول في الاخر مش مكن. يعني الناس اللي هي فاكره عادي يسافر من هنا وتعالى هنا و24 ساعه و48 ساعه وراحه سلبيه يوم واحد وغيره، لا طبعا الموضوع مش سهل. بس انا هرجع اقول لك تاني، النادي الاهلي بالنسبه له طبعا الدوري امر اخر تماما. فانا متوقعه كريم ان مهما كان في طبعا ضغط او ارهاق، انا شايفه ان هينزلوا يلعبوا يعني زي هي فول كاباسيتي زي ما بيتقال، او بطاقه كامله، في تركيز كويس جدا. النادي الاهلي عايز يعوض، النادي الاهلي عايز يرجع للرانكينج بتاعه اللي جماهيره عارفاه. فانا متوقعه روزان هيبقى ماتش فيه تنافسيه شديده جدا. البنك الاهلي زي ما انت قلت نازل برده في تطوير كبير في اللعيبه، عندهم برده تحديث داخلي، فحاله حال على فكره فرق كتيره. فانا متوقعه ان المباراه هتبقى في بدايتها قويه جدا، تنافسيه عاليه. لكن انا مش قلقانه بصراحه، لو هتساليني انا مش قلقانه عن النادي الاهلي خالص. طب فان شاء الله تبقى مباراه قويه. نتيجة. ايه توقع نتيجه بقى؟ انت دايما والله بتفائل بتوقعاتك. انا هوند الحقيقه، شوفي هقول لك على حاجه، انا مش هقدر اتوقع هاي سكور لان انت زي ما شفنا في ضغوطات على الفريق. بس انا اتوقع ممكن جدا نفوز مثلا 1-0. كريم انا بقول ان شاء الله هيكون 2-0 للنادي الاهلي باذن الله. طب وانتي؟ يعني انا شايفه 2-0 برضو. انا دايما يعني ببص على 2-0 دايما، بحس ان هي الماتشات بتكون يعني الاهلي بيسجل 2 جول. اهم حاجه نشوف تطوير، نشوف لعب قوي، نشوف تاكتيك حلو، وهو ده بالزبط. المطلوب بلس طبعا النتيجه تكون لصالحنا، لكن مهم جدا ان الجماهير تطمن كمان فنيا، وده اللي احنا قابلناه يمكن الفتره اللي فاتت. يمكن برضو في المباراه الاخيره يعني يمكن كان ممكن نلعب افضل بنسبه ما، نتمنى نشوف لعب واداء فني افضل في الماتشات القادمه ونطلع بالنتيجه المرجوه. فان شاء الله تبقى مباراه حلوه يا روزان ان شاء الله. يعني واحنا دايما الاهلي احنا اللي بنكسب في الاخر زي ما بيقولوا. بالظبط كده. طيب معايا خبر بقى تاني يعني اكيد مهم جدا لكل جماهير النادي الاهلي. نحب نقول حمد لله على السلامه للاعبنا اليو ديانج، لاعب وسط الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، اللي عاد الى القاهره اول امبارح بعد اجراء جراحه ناجحه باستئصال جزء من غضروف الركبه. والدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق قال ان ديانج بدا بالفعل امبارح تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتاهيل البدني المحدد ليه من بعد اجراء الجراحه. ألف سلامة، وطبعا بنقول لك حمد لله على السلامة. نروح لخبر عن فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006، واللي حقق فوز كبير على ضيفه عزبة النخل بستة أهداف دون رد في المباراة اللي جمعت بين الفريقين امبارح على ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة منطقة القاهرة. جاءت أهداف فوز الأهلي عن طريق يوسف إسلام 3 أهداف، يوسف محمد رضا وعمار وليد حافظ بهدف واحد لكل منهم. بهذا الفوز طبعا رفع أهلي 2006 رصيده إلى 54 نقطة بعد ما حقق الفوز في 17 مباراة والتعادل في مباراتين، مسجلا 98 هدف مقابل 4 أهداف في مرمى. نحب كمان ننوه بقى عن أنشطة لجنة الشباب بالنادي الأهلي بالتعاون مع اللجنة العليا للجان وتحت إشراف الإدارة التنفيذية، اللي هتقيم دورة عائلة الأهلي الرمضانية لكرة القدم فوق 30 سنة لجميع أعضاء النادي الأهلي. هتقام الدورة الرمضانية على ملاعب النادي في فرعين الشيخ زايد والتجمع الخامس. وحددت لجنة الشباب شروط المشاركة في الدورة الرمضانية لعائلة الأهلي، بحيث تلعب الدورة بنظام 11 لاعب لكل فريق، وهتضم قائمة كل فريق 25 لاعب بحد أقصى، وأن يكون اللاعب عضو بالنادي الأهلي، علما أن إجمالي قيمة الجوائز المقدمة ستكون 120 ألف جنيه للمراكز الثلاثة الأولى. كمان لجنة الشباب هتقيم بطولة عائلة الأهلي الرمضانية الثانية للبادل، هتقام تصفيتها على ملاعب مقر النادي بالجزيرة وفرعين مدينة نصر والشيخ زايد، على أن تقام النهائيات بفرع مدينة نصر. وآخر موعد للتسجيل 14 مارس الجاري، على أن يكون المشارك في البطولة عضو بالنادي الأهلي ولا يقل عمره عن 18 عام. يعني على ذكرى بقى دورات الرمضانية، يعني أعتقد على ما أتذكر رمضان اللي فات كنت مشاركة. كلمينا عن تجربتك أكتر يا نهواند في الدورة الرمضانية. بصي هقول لك على حاجة، يعني أنا وأنا صغيرة كنت بحب الكورة، يعني أيام 10 سنين وحاجات زي كده كريم، كنت بلعب في النادي كورة مع الولاد ده مبدئيا. والله انا على ما افتكر جبتي جول الفوز ده كده لفريقك. انا بحكي لك بقى باخدك من الاول، انا بحب الكوره جدا، كره القدم، وانا عندي 14 سنه رحت اتدربت برضو فتره مع المنتخب كان تحت قياده سحر الهواري، بس ما طولتش معاهم الحقيقه، وخلاص بقيت العب على المستوى كده الودي. في الدوره الرمضانيه العام الماضي يعني السنه اللي فاتت كانت في دوره المتحده وشاركت فيها،
والحمد لله انا اللي جبت الجول بتاع الفوز. انا كان نفسي ما اقولكش بقى انبسطنا كلنا الحقيقه. انا سالت على فكره عن الدوره الرمضانيه في النادي الاهلي، بس ما كانش فيه حسب علمي فريق للكره النسائيه، يعني كره نسائيه للاسف. فيعني العام الجاي ان شاء الله السنه الجايه لو فيه اكيد هشارك. بس عايزه اقول لك في الدوره اللي فاتت لما كنت بلعب، انت عارف بقى ايه، ما انا بمثل برضو ايه قناه الاهلي أكيد. فالناس متخيله ان انا هنزل يلاقوا مثلا قفشه في بالظبط انا مش بهزر، يعني اللي كانت بتعلق على المباراه وفي جماهير وكده، زملائنا في القنوات المختلفه طبعا، ونهاوند من النادي الاهلي، ايوه بقى عايزين نشوف احسن لعبه ده النادي الاهلي. فكان مسؤوليه اصلا، واللي هو كاني ببص لاعب في الفريق. فطبعا بس الحمد لله يعني شرفت الدنيا الحمد لله وجبنا جون الفوز. بس هي بتبقى حاجه جميله، وفي نفس الوقت لما بتتعمل حاجه زي في الكوربريتس او في الشركات، وقصه ان احنا كمذيعين كمان في القنوات المختلفه او حتى في قناه النادي الاهلي مع النادي، ان احنا نتعاون بقى بره اطار الشغل، دي حاجه حلوه بتقربنا من بعض. واحنا اصلا في قناه النادي الاهلي بصراحه يعني لازم برضو ننقل لحضراتكم ده، احنا هنا كلنا اصدقاء، يعني حتى على المستوى الاداره وغيره كلنا اصدقاء على المستوى الشخصي، مش قصه بس ان احنا بنشتغل مع بعض، فعلا بتربطنا انسانيات ببعض. لما حد بيبقى عنده مشكله بتلاقي الناس بتتعامل معاه، مش قصه مثلا مدير وموظف او مذيع وغيره، لا احنا بنتعامل كعيله. فدي روح حلوه عندنا ان شاء الله بقى لو اتعملت ممكن زي ما بقول لك نشارك. ايوه كريم، هل سبق وشاركت في دوره رمضانيه؟ والله بصي انا يعني ايه خبراتي السابقه مع الدورات الرمضانيه كانت زمان قوي، وفي اسكندريه تحديدا وفي نادي سبورتنج بصفه خاصه. ولكن عموما الدورات الرمضانيه دي بتبقى جميله جدا، وعلى فكره فرصه لاكتشاف مواهب غير طبيعيه. ده في شويه لعيبه حريفه بالمعنى الحرفي، ومش بينتموا النوادي بعينها، يعني مش بيلعبوا بشكل نظامي في اي نادي من النوادي، ولكن بتشوفي في كل دوره رمضانيه شويه لعيبه زي الفل وحرفانه زي الفل. صحيح. ودايما من الحاجات اللي كانت على الاقل وقتها، ما اعرفش دلوقتي هل التفصيله دي اتغيرت ولا لا، في كل دوره رمضانيه بتلاقي دايما حد قاعد في المدرجات ومعاه زي مايك ودمه زي الشربات. أيوة أيوة. وتعليق كوميدي غير طبيعي على فعاليات الماتشات اللي هو بيعلق عليها، بتبقى دايما روح جميله جدا، والقعده دمها خفيف، وبتدي برضو عارفه من ضمن السمات اللي بتميز شهر رمضان دايما الدورات الرمضانيه. صح. فكويس ان احنا لسه محافظين عليها، وكويس ان هي بتقام بشكل دوري، لان هي برضو فرصه عظيمه لتقضيه وقت حلو بعد الفطار، الناس بتستمتع جدا. وجوائز ده في 120 الف جنيه برضو الموضوع، لا يعني الموضوع يستاهل مشاركه، الموضوع برضو ماديا حلو. لو يعني هي بتقول 120 انا بصيت لك حتى وقلت لك اوه ده رقم. لا يعني رقم بالظبط. لا في ناس بتهتم كتير طبعا بدورات الرمضانيه وبتستناها على فكره، يعني خليني اقول لكم من رمضان لرمضان بتنتظر هذه الدوره. خلينا نشارك في دوره ان شاء الله رمضان ده ان شاء الله، او نشجع السنه دي هنشجع، السنه الجايه هنشارك اكيد. اعلن الاتحاد الافريقي لكره اليد برئاسه البنيني منصور أريمو عن موعد بطوله كاس السوبر المقرر اقامتها بالجزائر بمشاركه الاهلي والزمالك. واكد الاتحاد الافريقي عن اقامه كاس السوبر يومين 14 و15 ابريل المقبل بالجزائر، حيث تشارك على مستوى الرجال انديه الاهلي الزمالك وسبورتنج من مصر، بالاضافه إلى جي اس كي الكونغولي، ويتأهل حامل اللقب لكأس العالم للأندية سوبر جلوب. أما على مستوى السيدات فتلعب فرق الأهلي وبريميرو دي أغوستو الأنغولي وبترو أتلتيكو الأنغولي ودي جي اس بي الكونغولي. طبعا الأهلي هو حامل لقب كأس السوبر الإفريقي بعد التغلب على الزمالك بصلة النادي الأهلي، وتأهل طبعا لكأس العالم للأندية سوبر جلوب. نكمل أخبارنا والكلام عن البعثة المصرية اللي وصلت تصدرها جدول ترتيب العام في دورة الألعاب الإفريقية في غانا، حيث حقق لاعبو المنتخبات المصرية 66 ميدالية متنوعة حتى الآن، بواقع 36 ميدالية ذهبية، 14 ميدالية فضية، و16 ميدالية برونزية. بالمناسبة كمان مصر بتحتل المركز الأول في إجمالي عدد الميداليات بالدوريات الإفريقية، كما أنها أكثر الدول المتوجة بلقب الدورة، حيث فازت بست نسخ آخرها دورتين المغرب 2019 والكونغو برازافيل 2015، بالإضافة إلى لقب أول دورة باسم الجمهورية العربية المتحدة في أولى نسخة من دورة الألعاب الإفريقية والتي أقيمت في الكونغو برازافيل عام 1965. طبعا استمتعت معاكم النهارده، ودي يعني كانت اهم الاخبار اللي معايا النهارده في برنامج الاهلي في رمضان، او في الفقره الاخباريه اللي شاركت فيها مع حضراتكم. كل سنه وانتم طيبين،
واتمنى تكونوا يعني استمتعتوا بالفقره معايا. قراءه جميله جدا جدا الاخبار. كل سنه وانت طيبه يا روزان. وعايزه بس اعلق قبل ما تمشي، يعني الاوتفيت بتاعك حلو جدا جدا بجد، يعني بشكرك يا نهوان. كل سنه وانت طيبه يا رب. شكرا، نورتينا. طيب خلونا بقى دلوقتي نروح لمقر النادي الاهلي بالجزيره مع مراسلنا محمد توفيق عشان نتابع معاه تدريبات النادي الاهلي والاجواء الموجوده هناك في شهر رمضان. يا مساء الفل عليك، كل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك. مساء الخير يا كريم. مساء الفل. رمضان كريم يا كريم، ورمضان كريم عليك يا نهواند، وعلى كمان زميلتنا العزيزه روزان نصر، وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. كل سنه وانتم طيبين، ومصر وكل الأمة العربية طيبين وبخير يا رب، وربنا إن شاء الله يجعله شهر خير ويمن وبركات على كل الأمة العربية والإسلامية بإذن الله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. قول لنا بقى الأجواء عندك عاملة إزاي؟ اتفضل. الأجواء يمكن الجو النهاردة بعد المغرب كده كان الجو طول اليوم كان كويس جدا، جو شتوي دافي يعني، لكن بعد المغرب يمكن الجو قلب شتوي شديد جدا، يمكن في رياح شديدة جدا هنا داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا الجو برد شويه، يمكن درجه الحراره نزلت كتير جدا عن فتره النهار، لكن طبعا فريق النادي الاهلي اليوم الثاني على التوالي بواصل تدريباته، يمكن بعد الراحه على طول اللي حصل عليها بعد مباراه نهائي الكاس امام الزمالك، اتضرب امبارح صباحا. النهارده يمكن مستر مارسيل كولر عمل التدريب في نفس موعد مباراه الغد امام البنك الاهلي في مباراه الجوله ال 15 من الدوري المصري الممتاز. الفريق طبعا بدا تدريباته في تمام التسعه والنصف، كان في محاضرة طبعا قبل التدريب اتكلم فيها مستر مارسيل كولر على كل النقاط الفنية اللي تخص مباراة اليوم، الخطة اللي هيلعب بها المباراة، نقاط القوة والضعف في منافس فريق النادي الأهلي في مباراة الغد بإذن الله. بعدها التدريب ابتدى ببعض الفقرات البدنية، ومن بعدها على طول فقرات التدريب والكرة، وحالا دلوقتي وأنا معاكم على الهواء يمكن آخر فقرات التمرين وهي التقسيمة اللي بيشارك فيها مجموعتين من اللاعبين. بعد انتهاء التمرين بإذن الله رب العالمين هيختار مجموعة مكونة من 22 لاعب للدخول في معسكر مغلق في احد الفنادق القريبه من استاد القاهره اللي هيحتضن مباراه الغد باذن الله رب العالمين. ومن بعدها ان شاء الله بقى اللاعبين هيتناولوا وجبه السحور في الفندق صباحا. طبعا هيبقى في فتره اكتيفيشن في فتره بعد صلاه الظهر على طول، طبعا هيبقى في محاضره قبل الفطار، بعد كده هيبقى ان شاء الله الافطار في تمام السادسه، ومن بعدها ان شاء الله التحرك لاستاد القاهره في تمام ساعة يعني 6:30 قبل او 7:30 قبل المباراه بساعتين على طول. كان المسافه من الفندق لغايه الملعب تاخد تقريبا 20 دقيقه. ان شاء الله الفريق يكون مستعد، ودعواتكم بقى ودعوات كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله ان الفريق يختتم يعني مبارياته في الدوري العام قبل التوقف الدولي بنتيجه كويسه ان شاء الله رب العالمين، وباذن الله اللاعبين كلهم يظهروا بكره باداء اكثر من رائع، وباذن الله ثلاث نقاط يكونوا من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله يا توفيق. انا يعني طبعا برحب بيك وكل سنه وانت طيب، وعندي بس سؤال، يمكن ناس كتيره كانت على تويتر لاحظت ان هم عايزين بس يطمنوا على الشق ده تحديدا، واحنا مطمنين من الناحيه الفنيه بس عايزين نطمن من الناحيه ال خلينا نقول يعني اسمها ايه النفسية. النفسيه خليني اقولها كده، انا خارج من بطوله قويه جدا، وفي تخوف صغير بيكون عند بعض الجماهير لما النادي الاهلي بيكون محقق يعني بطوله كبيره ومحقق مباراه كبيره وفوز عظيم، بيبقوا خايفين ان المستوى شويه يقل، يكون فيه ثقه، يكون فيه اريحيه. طمنا على النقطه دي برضو من خلال طبعا الكواليس عندك يا توفيق، هل احنا فعلا حريصين او مارسيل كولر فعلا حريص ان هو يشتغل على الشق ده، لان ده او دي نقطه مهمه جدا. مرحبا بيك طبعا يا نهواند، وكل سنه وانت طيبه وكل الناس طيبين يا رب. من النقطه دي بطمنك جدا وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، ممكن ده نشوف انديه ثانيه، لكن في النادي الاهلي الوضع مختلف تماما. والجميل في الامر ان مستر كولر نفسه بقى عارف خلاص، يعني مستر كولر نفسه من بعد انتهاء مباراه الزمالك والتتويج عارف ان الجمهور ثاني يوم هيطالبوا ببطوله جديده، هيطالبوا ببطوله كاس افريقيا، هيطالبوا ببطوله الدوري، خاصه النادي الاهلي الحمد لله ربنا يديمها علينا نعمه مشارك في كل البطولات السنه دي كحامل اللقب، يعني كل البطولات النادي الاهلي داخلها السنه دي وهو بيدافع عن لقبه وبيحقق نتائج باذن الله تكون يعني اعجازيه او يصعب على غيره المنافسه حتى انه يوصل لنصها، مش بس نفسه على ارقامه. فلا اطمني من ناحيه خالص، يمكن كان في جلسه بالامس قبل تدريب الامس اتكلم مستر مارسيل كولر، خلاص بطوله الكاس اتقفلت من بعد على طول التتويج بنص ساعه بالكثير، اللعيبه بتحتفل وبتقفل على طول وبتبقى خلاص بطوله في طي النسيان وفي طي التاريخ، بنلعب على مجد جديد، بطوله جديده. يمكن على طول طبعا الاخصائي النفسي اللي موجود او استشاري الطب النفسي اللي موجود في جهاز النادي الاهلي دكتور احمد ابو الوفا موجود على طول مع اللاعبين بيتكلم معاهم، يمكن امبارح كان في جلسه بالامس بيتكلموا عن كل مرحله، خلاص كل يوم بتلعب في بطوله جديده، كاس، دوري، بطوله افريقيا، وبقى خلاص في فصل تام. كمان يمكن حاله بقى من الناحيه النفسيه بتتكلم عليها هواند كمان،
في حاله يعني نفسيه اكثر من رائعه. انت بتتكلمي في 10 لاعبين دفعه واحده في منتخب مصر الاول في المعسكر القادم، 2 لاعيبه كمان في معسكر المنتخب الاولمبي، فاعتقد ده مخلي الحاله النفسيه للاعبين يعني جيده جدا. عايز اقول لك ان كمان يمكن لو ما فيش لاعيبه في قائمه الاصابات كان هيبقى عدد كمان لاعبي النادي الاهلي المنضمين للمنتخبات الوطنيه كان هيتخطى ال 15 لعيب. طبعا يعني ده بالاضافه للاعبين المحترفين من جنسيات اخرى بيلعبوا في فريق النادي الاهلي. فاعتقد لا النقطه دي دايما ما تخافيش على لعيبه الاهلي، ان دايما طول ما جمهور النادي الاهلي وراه كل يوم عاوز بطوله جديده، ده واصل للعيبه واصل للجهاز الفني. فباذن الله زي ما قلت لك خلاص بطوله الكاس حصدناها للموسم الثاني على التوالي وال39 في تاريخ النادي الاهلي، عايزين كمان بطوله الدوري باذن الله رب العالمين نحصدها للموسم الثاني على التوالي ونوصل للرقم 43 و44 و45. فما تقلقيش من النقطه دي ابدا، ويا رب ان شاء الله بكره نشوف مباراه جيده في اجواء رمضانيه جيده وكمان 3 نقاط نختم بيها المنافسات قبل ان شاء الله التوقف الدولي رب باذن الله رب العالمين. طيب توفيق، قبل ما اختم معاك برضو مهم جدا ان احنا نتعرف على الاجواء دلوقتي. احنا دايما بنتكلم ان في رمضان بيكون في ازدحام كبير جدا وتوافد كبير جدا من الاعضاء، يعني اوصف لنا الحاله عندك دلوقتي عامله ازاي. وطبعا السحور بيبقى مختلف بالمطاعم الكتيره طبعا اللي على اعلى مستوى في الفروع المختلفه للنادي الاهلي، فخليني اعرف منك الاجواء تحديدا في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي. عندك حق طبعا الاجواء في رمضان بتبقى مختلفه، ولكن الوضع بيبقى مختلف شويه اول يوم رمضان. انت عارفه طبعا اول يوم رمضان الاسره المصريه بقى لها طقوس خاصه كده، اللمه على الفطار اول يوم رمضان بيبقى طبعا الفطار معروف الانواع اللي بتبقى فيه بتبقى تقيله شويه، فالناس بتكسل شويه بعد الفطار. يمكن قبل الفطار كانت الدنيا زحمه جدا، لكن عاوز اقول لك حتى وانا جاي الطريق من وسط البلد لحد النادي تقريبا البلد كلها فاضيه، واضح ان الناس كلها فطرت وقعدت في البيت. طبعا اول يوم رمضان بيشوفوا ايه الجديد في التلفزيون، الناس اللي بتصلي صلاه التراويح. فعاوز اقول لك ان في حاجه غريبه في البلد كلها، ان البلد فاضيه جدا، الطرق فاضيه، يعني عايز اقول لك خدت مسافه كبيره جدا ما كملتش ربع ساعه معايا، فلا الدنيا فاضيه. النادي هنا يمكن مقتصر بس الحضور على بعض لاعبي الفرق المختلفه، بعض الاسر اللي بتمارس الرياضه سواء رياضه المشي او كمان الرياضات المختلفه الالعاب الرياضيه الاخرى، اللعيبه اللي بتتدرب في الصالات المختلفه هنا داخل النادي الاهلي، اولياء الامور طبعا موجودين. ولكن طبعا يمكن زي ما قلت لك اول يوم رمضان بيبقى مختلف شويه، ان دايما لمه الاسره المصريه اول يوم على الفطار دي بتبقى طبعا واخده الناس شويه. هو اول يومين يا توفيق، وبعدين هتلاقي بقى الناس توافدت والاعضاء توافدت بشكل كبير جدا عشان كمان من خلال الشاشه الكبيره يتابعوا المسلسلات المختلفه برضو زي ما كنت بقول عيله الاهلي تتفرج وسط عيلتك. مشكورك جدا انا وكريم يا توفيق على هذه التغطيه، شكرا ليك جدا. وعلى فكره طبعا الشكر موصول ليك يا روزان، النهارده تعبناكي معانا وافدتينا بكل المستجدات اللي عرفتيها لنا وعرفتيها لكل المشاهدين، بنشكرك على وجودك معانا، نورت الدنيا في الاهلي في رمضان في اولى حلقاته في 2024. شكرا. بشكرك يا كريم وبشكرك انا هواند وبشكر اكيد كل مشاهدين قناه الاهلي اللي اكيد شافونا في كل مكان. هنشوفك تاني اكيد، وخلينا دلوقتي نروح فاصل، اخبارنا اكيد لسه ما خلصتش ونرجع نكمل.